مشاهدينا بقاو معنا في هذا البث المباشر اللي كنقول لكم الحي الصناعي ديال مدينه المحمديه، شركه ديال لوجيستيك بالحي الصناعي اللي منظمين عمال منها وقفه احتجاجيه معنا احد النقابيين. السلام عليكم. تفضل. تحيه لكم. تحيه. السمية والصفه ديالك؟ اليسري عبد اللطيف. اليسري عبد اللطيف، نائب الكاتب العام ديال نقابه الجامعات النقل بالمغرب المتواجده في الدار البيضاء. كما تلاحظوا معنا، احنا هذا الاعتصام اللي دايرينه مفتوح ضد مجموعه من الخروقات اللي كانت في هذه الشركه هذه. وكما قلت يعني عندنا مجموعه من المطالب اللي اول من بينها اللي هو الحوار. نعم. وهاد الناس هادو تيرفضوا الحوار ومتعنتين وتيرفضوا الحوار، ما بغاوش ينزلوا يتحاوروا مع هاد العمال. نعم. اول ما ثاني مطلب هو يعني عدم كراء المخازن، لاننا احنا كانت كما قلت لكم كان صاحب الجلاله هو اللي كان دشنا هاد الشطر الثاني في 2014، وكان عطى الاولويه لهاد العمال اللي كانوا في ميرسك وجاوا التحقوا هنا بهذا المقر، واعطاهم الاولويه العمل لهاد الناس هادو، حين ان هاد المسؤولين حاليا تيخالفوا هاد الاراده وتيقوموا بكراء المخازن للمنافسين ديالنا يعني في مجال ديال اللوجيستيك. نعم. وهذا خرق القانون يعني والمصلحه ديال هاد العمال. نعم. كذلك قاموا بطرد مجموعه من العمال اللي كانوا يشتغلون هما تيسميهم مؤقتين، ولكن العامل اللي تيخدم مثلا 9 سنين في نفس الشركه و 9 سنين 7 سنين 8 سنين كل واحد على حسب المده اللي ضرب، يعني ما تيبقاش مؤقت. حنا بالنسبه لنا العامل المؤقت هو اللي ضرب عام ولا عامين على الاقل، يعني كما تيقول القانون. كذلك المطلب الثالث هو اصلاح الشاحنات، يعني عندنا مجموعه من الشاحنات اللي هي متهالكه، هذه الشاحنات المتهالكه ما قد صالحه للاستعمال، وكذلك هذوك السائقين المسؤولين عليهم ما يزيد عن 5 أشهر او اكثر وهما بدون عمل، يعني لا يقومون باي عمل داخل الشركه. هذا تضيع المال العام وتضيع المؤسسات ديال الدوله. كذلك يعني عندنا مطالب اللي هي الزياده السنويه، كما تتعرفوا هذه قبل ما الزياده السنويه عندنا قانون داخلي ما عندناش وقانون اساسي ما عندناش، يعني جميع القوانين نورمالمون في القانون الدولي ولا الاعراف الدوليه. نعم. اي شركه تتكون عندها قانون دولي وقانون داخلي وقانون اساسي. نعم. احنا ما عندناش قانون اساسي، ما عندناش قانون داخلي اللي تيضمن لنا جميع الحقوق ديالنا. عندنا مجموعه من الكونترات ومجموعه من البلاغات ما فعلوهمش معنا، وعندنا مجموعه من المحاضر اللي ما فعلوهمش معنا، ولحد الان تنطلبوا بتفعيل هذيك المحاضر اللي تضمن الحقوق ديالنا، اللي بين هذه الحقوق الزياده السنويه، كذلك المنح ديال الولاده، المنح ديال الوفاه، المنح ديال المهم مجموعه المنح ديال المردوديه، لان كما قلت لكم عندنا هذا الفرع ديال المحمديه هو تابع للشركه الوطنيه،
النقل واللوجيستيك بالمغرب يعني تابع للرباط. وهاد الناس هادو خداو مجموعه من المناح يعني في الرباط في طنجه، في حين ان فرع ديال المحمديه كما قلت لكم مجموعه من المسؤولين خداو المناح ديال المردوديه، والباقي العمال ما خداوش هذيك المناح ديال المردوديه، وهذا تمييز كذلك يعني خرق القانون. وداروا مجموعه من الخروقات في هذا المجال ديال المناح، يعني ان ناس ياخذوا وناس ما تياخذوش. يعني كما قلت المجموعه المنابر الاعلاميه اننا حنا ما تنعمموش، تنشكروا مجموعه من المسؤولين اللي داروا مجموعه من الجهود ديالهم اللي خدامين باش يخدموا على هذا، يسهروا على هذا القطاع هذا، ولكن مسؤولين اخرين تيحاربونا وتيحاربوا هذه الشركه من اجل انهم يكريوا هذا الديبو يعني يكريوا هذا المخازن لمنافسين اخرين وباش يشردوا هذا العمال هادو. نعم. كما قلت يعني عندنا مجموعه من المطالب اللي قدمناها للسيد العامل وصفتنا للسيد الوزير والسيد المندوب، السيد المندوب ما لقاش حل، مندوب الشغل التشغيلي هنا بالمحمديه وما لقاش حل، ورفع هذا الشيء للجنه ديال الاقليميه ديال العماله، وحنا دابا في الانتظار ان السيد العامل يقوم بالدور ديالو ويتدخل، حيت هو المسؤول اللي تنتسناه وتنتمناه يدير شي خطوه في حق هاد الناس هادو باش اننا نوقفوا هذا الاعتصام حفاظا على السلم الاجتماعي وعلى الظروف الاجتماعيه ديال العمال وديال الشركه. وحنا باغيين كما تنقول ان تنقدم واحد الشكر يعني لجميع الناس المسؤولين اللي خدامين باش يجيبوا زبائن، لان كما تتعرفوا هذه الشركه هذه ما كاينش بحالها في المغرب، هي شركه عندها ناس اكفاء اللي خدامين، شركه وطنيه معروفه، شركه رائده وعندها مستويات يعني رافعه في العمل، يعني الناس تيشتغلوا ليل ونهار، يعني تيخدموا 24 ساعه، كاين اللي ما تيمشيش لدارو، كاين اللي تيخدم 18 ساعه، كاين اللي يعني الناس اللي ما تيقولوش لا، يعني ما داروش النقابه حتى وصلوا الباب المسدود. ما كاينش شي شركه في المغرب اللي غتحل عدد العمال ديال الشركه هذه والعمال اللي دايرين الوقفه الاحتجاجيه، شحال العدد ديالهم؟ عندنا العمال بالنسبه للعدد اللي منخرطين معنا هما 50 عامل مرسمين. نعم. وكاين 25 مؤقتين. نعم. يعني ما يزيد عن 75 عامل، وبعض الاداريين اللي واقفين معنا اللي تقريبا العدد هو 80 واحد في التوتال ديال العدد المجموع ديال. نعم. ديال العمال اللي واقفين. وحنا تنطالبوا كما قلت لك بهذه المجموعه من المطالب، ومن بينها اولها هي الحوار، وثالثا الحوار، لان الحوار واش مفقود ولا مفقود؟ الحوار السيد المدير، الحوار انت كان مع اداره الشركه، اداره الشركه دابا حنا هادو، دابا هذا هو المشكل اللي عندنا اصلا. دابا السيد المدير ما عطيش الاوكي لهاد المديرين، بحال ما عطيهمش المدير بشكل، ما عندناش مدير اصلا غير بالديليغاسيون، يعني حط مدير ديال الرباط، حط لنا ديليغاسيون هنا بارانتيري من هنا لشي وحدين، وهذوك تيقول لك حنا ما عندناش قرارات بيدينا، السيد المدير هو اللي خصو يتدخل. يعني هنا حنا في اشكال ديال انه خصنا من الوزير يعين لنا مدير اللي غيكون معاه من نتحاوروا معاه من نهضروا. الا كان تيمثلنا السيد المدير العام هو اللي تيمثلنا، يجي للحوار ونتحاوروا معاه. حنا مستعدين لاي حوار، لا من الناس ديال العماله ولا من الناس الوزاره ولا اي واحد بغى يتحاور، حنا مطرحين. الا بقى الوضع بحال هكا شنو غتعملوا؟ واش غيبقى الاحتجاج ولا كاين خطوات اخرى؟ حنا مستمرين خصوصا دابا في الاعتصام، الا كانت هناك عدم الحوار، حنا مستعدين نديروا خطوات يعني في اي مجال. نعم. نقدروا نديروا مسيرات، نقدروا نمشيو امام المقر ديالنا الرباط. نعم. نقدروا نمشيو امام الوزاره، حنا مستعدين لاي خطوه، حنا حيت ما بقى عندنا ما نخسروا. نعم. كما قلت لك هاد الناس واحد تيخرجك من الخدمه يعني انك انت ما بقى عندك ما تخسر. نعم. يعني انت اخي اي خطوه غنديرها معاهم حتى يتحقق الحوار. كان الحوار راه مرحبا، حنا مستعدين اننا نتحاوروا على قبل هاد العمال هادو. نعم. مستعدين اي نقطه نتداركوها في هذا المجال. شكرا. شوف لنا اخر اللي يتكلم. اذا بقاو معنا في هذا البث المباشر. احنا في تفضل قبل ما نشد هذا، قبل ما نعطي الكلمه لهذا العامل هذا الوقف اللي عامل وقفه احتجاجيه، وفي اطار الراي الاخر محمد يابريس غتحط واحد الرساله من اجل توضيح هاد المشاكل اللي عند هاد العمال هذا من طرف المدير ديال هاد الشركه هذه. طلب هو هذا كما كتشوفوا دوكا، طلب هو هذا السيد المدير، كنتمنى يعطينا توضيح بخصوص هذا المشكل اللي كاين هنا. اذا جريده محمد يقرات في اطار الراي الاخر كتحط واحد الطلب موقع لصاحب هذا الشركه، لمدير هذا الشركه هذه. اذا غنخليكم في الحوار مع هذا العميل هذا، وحنا غادي نقوموا يعني بوضع هذا الطلب هذا، وكنتمنوا انه يكون الاستجابه فوريه الان باش يكون توضيح الراي الاخر. اذا السميه والصفه ديالك. السلام عليكم ورحمه الله، معكم جديد مصطفى، سائق مهني بالشركه الوطنيه للنقل الوسائل اللوجستيه. احنا جينا في هاد الشركه، جينا هنا على اساس اننا نشتغلوا فيها بواحد الروح ديال
الروح ديال 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 الوطنيه على اساس انها شركه وطنيه، وانها شركه اللي تكرم علينا سيدنا الله ينصرو بالافتتاح ديالها، وكان وعد من سيدنا الله ينصرو ان هذه الشركه وهذا المشروع هذا الدار علينا حنا لتحسين الوضعيه ديالنا الاجتماعيه والاقتصاديه. المسار كان غادي بحال هكا، كان عندنا دي فورماسيون، كان حتى كنتفاجئوا بان المسار ديال هذا المشروع الملكي السامي انه نحارف على الطريق ديالو الصحيح بتسيير ديال شي مسؤولين في الشركه الوطنيه، انهم نحارفوا على المسار ديالو الاجتماعي والاستراتيجي بحكم صاحب جلاله قال بان تتمين اليد العامل اليد راس المال البشري. اسمح لينا قاطعتك الميكرو، حنا دابا مشينا للسيكيريتي باش يعطي هذا الطلب للمدير، ولكن رفض باش ياخذ هذا الطلب باش ناخذوا الراي ديال الاداره ديال الشركه. كنتمناو الا كانوا كيسمعونا بالبث المباشر الاداره ديال الشركه انهم ياخذوا هذا الطلب ويعطيونا توضيح بخصوص هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي تقريبا المده ديالها شحال وانتم كتحتجوا؟ نهار 12 يعني شي 4 ايام، يعني 4 ايام ولا 5 ايام هما كيحتجوا، بغينا نعرفوا واحد التوضيح باش نعرفوا فين كاين المشكل في اطار الراي والراي الاخر. احنا غادي نعاودوا نكرروا المحاوله على اساس انهم يقبلوا منا هذا الطلب هذا من اجل التوضيح. تفضل كمل الكلمه ديالك. تتمين الاستاذ اللي سمعتو هما ما كيستقبلوش حتى الصحافه باش يردوا على هذا الشيء. هنا هذا كيعني ان الاداره متعنته في الراي ديالها، لا تريد لا حوار، لا تريد الحوار، لا تريد اي شكل من اشكال الحوار باش يكون السلم الاجتماعي داخل هاد المؤسسه، وانهم كيتعنتوا كيضربوا بعرض الحائط جميع القوانين وتضربوا بعرض حائط الدستور بتضييق العمل النقابي، تهديد النقابيين باصدار مفوضين قضائيين والفزع وتضييق على النقابه. لهذا فانا اناشد كل قائمين على الشأن المغربي والناس ديال المحمديه والناس ديال كازا انهم يتدخلوا باش هذه المهزله هذه اللي كطرح هنا في المحمديه. لهذا فانا اطالب من هذا المنبر اشاند واطالب سيد تدخل جلاله الملك نصره الله، لان المشروع هذا افتتحوا سيدنا الله ينصره وداروا لنا وقالوا لنا وعد بفمه وعد بفمه ان هذا المشروع راني درته لكم باش تحسنوا الوضعيه ديالكم. نحن كنتفاجئوا الان واحد الناس واحد المسؤولين اللي هما غير مسؤولين وغير وطنيين، لان حالة المشروع هذا نتمنى خبر عاجل، نتمنى ان الاداره ربما راه وافقوا باش ياخذوا الطلب. انا غادي نشوف وافقوا ولا ما وافقوش باش ناخذ الراي الاخر. شكرا. نكملوا لان هذا المشروع الملكي اللي هو سيدنا الله ينصرو عطانا وعد اننا هذا المشروع هذا داروا لنا حنا باش نحسنوا الوضعيه ونزيدوا بالمشروع القدام وتم تشغيل يد عامله واحده اخرى. حنا كنتفاجئوا الان بطرد العمال بدون سبب والتنكر لهم والسائقين كينزلوهم من الشاحنات ديالهم وتضييق على العمل النقابي وبزاف الامور. وكنتمنى هذا النداء هذا يوصل للجهات المسؤوله حفاظا على السلم الاجتماعي داخل هذا البلد السعيد. هاد الناس هاد المسؤولين ديال اس ان تي ال ما باغين السلم الاجتماعي، وحنا عمال مسالمين، عند العائلات. حنا كنتمنى ولاد البلد الحبيب انه يكون في الرخاء والسعاده. وشكرا. إذن بقاو معنا في هذا البث المباشر في إطار الرأي ورأي الآخر. السيكيريتي ديال الشركة راه قال لنا شاف بيرسوني غادي يخرج عندكم باش ياخذ هذا الطلب هذا ديال اللي غادي يعطيه المدير باش يدير معنا واحد الحوار ويوضح لنا فين كاين المشكل بالنسبة لهذا العمال هذا. ناخذ واحد من العمال. السلام عليكم. وعليكم السلام. السمية والصفة ديالك وشرح لنا هذا المشكل عندكم. اسم سيف رضوان، تعنيف التبريد تابع للشركه الوطنيه للنقل واللوجيستيك. اول حاجه قبل ما نبدا الكلام ديالي، انتم غير كيف ما كتشوفوا ان هاد الناس هادو راه في ديال الحوار، لان اليوم مده 4 ايام وحنا مازال جالسين هنا بدون اي نقطه ولا اي حاجه ديال الحوار. هاد الناس رافضين اي نوع من الحوار معنا. المساله اللي كاينه
هو ان هذه الشركه هذه اول حاجه شركه ملكيه، ان سيدنا الله ينصره جلاله الملك محمد السادس طول الله عمره هو اللي جا دشنا هذا المشروع، وحنا حاضرين يعني احنا كنا حاضرين معاه في الزياره ديالو. هنا عباره على واحد المخازن، 10 ديال المخازن من اكبر المخازن واحسن المخازن في افريقيا. حنا دينا معاهم من الاول ديالهم، من اول ما تبناو دينا خدامين معاهم، ولكن كنتفاجئوا بعد مرور سنه ورا سنه بانهم هما كيقساونا حنا، ما كنبقاوش خدامين وكيجيبوا كليانات اخرين خدام اخرين وكيدخلوهم، وحنا بقينا هكا عرضه للتهميش. يعني كاين الناس ما خدامينش كاع، وهما كيقولوا لنا بانهم جلسوا وتخلصوا. يعني كاين الناس ديال اليارد هو واحد السيرفيس ديال لي كونتينر، كاين لي كونتينر وكاين لي فريغو. واحد الناس ديال اليارد يعني واحد المده ديال 7 سنوات ما خدامينش. الوقت اللي كيجيو يطالبوا بان هاد الناس هادو يجيبوا دي كوميرسيال باش يقدروا يجيبوا لنا الخدمه، كيقولوا لهم بانكم سيروا تجلسوا، مادام نتوما كتخلصوا سيروا تجلسوا وتخلصوا. حنا في الاول من قلنا واحد العدد قليل اللي ما خدامش غنقدروا نتغاداو وغادي نقدروا نكملوا، ولكن بعد مرور سنه بعد سنه كنتفاجئوا بانهم هما كل عام كياخذوا لنا مخزن وكيجيبوا كليانات اخرين، حتى وصل الدرجه علاش درنا هذه الوقفه انهم هما دابايا واخذين 7 ديال المخازن لشركات خاصه بالعمال ديالها، وبقاو غير 3 ديال المخازن. هاد الخدامه دابا اللي كتشوفوا فيهم هنا اللي محتجين يعني اكثر من نص غير واقف، غير نص منهم غير واقف. وحنا حنا هما الشركه ديال ميرسك لاين، حنا كنا ميرسك دارت واحد الشراكه بينها وبين هذه الشركه اللي هي الشركه اس ان تي ال، هي الشركه الوطنيه للنقل واللوجيستيك. ميرسك مشات في حالها وبقينا حنايا تابعين للشركه ديال اس ان تي ال، ولكن اليوم كنتفاجئوا بان هاد الناس هادو في واحد الطريق ديال السدان. يعني هاد الناس هادو ولاو بانهم كيجريو على الكليانات، وبانهم هما ما بقيناش حنا لاقين فين غادي نخدموا فين والو. وهاد الناس هادو كاملين يعني عمال عندهم واحد التجربه كبيره في العمل ديالهم، واحد التجربه، وحنا عندنا نقابه وطالبنا منهم غير انهم يجلسوا ويحاوروا معنا، يقولوا لنا في كاين المشكل، كيفاش نقدروا نعالجوا هاد الامور هذه، كيفاش نقدروا نديروا. لان اللي لقينا السبب في هاد الشيء كامل ماشي هاد العمال هادو، ولكن السبب لقيناه هي الاداره، سوء التسيير والتسيير العشوائي ديالهم هو اللي خلانا اننا حنا نشوف واحد الطريق ديال الفشل، طريق مسدوده. هاد العمال هادو كاملين كلهم عندهم تجربه كبيره، عمال يعني كلهم عندهم واحد القليل فيهم عنده واحد التجربه ديال 15 عام ديال الخدمه، ولكن اليوم باننا حنايا مده 4 ايام، اليوم هو الرابع، باننا كنطالبوا المدير العام او الرئيس انه يجلس معنا في الطابله ديال الحوار ونشوفوا المشكل ديال هاد الناس هادو شنو هو. ولكن نتمنوا خير، حنا مازال ان شاء الله كنتمنوا خير، وحنا مازال باننا حنايا كناضلوا ومازال دايرين هذه الوقفه هذه، وكيف كتشوفوا باننا حنايا دو من الخدامه اللي كاينين كاملين وحنا مازال واقفين. شكرا. اجي شدي نوضحوا للمشاهدين اللي انضموا لنا في المشاهده، كنتواجدوا الحي الصناعي ديال مدينه المحمديه، شركه ديال اللوجيستيك اللي كانت دشنا جلاله الملك في 2014 تقريبا. هاد العمال دايرين واحد الوقفه احتجاجيه، استمعنا لهم بما فيه الكفايه، ومازال غادي نستمعوا للعمال والنقابيين. حاولنا باش ندفعوا هذا الطلب هذا موقع من طرف الاداره ديال المحمديه بريس من اجل التوضيح ديال هذا المشكل ديال هاد العمال هذا من طرف المسؤولين ديال هاد الاداره. بطبيعه الحال هذه الاداره عندها مسؤول واحد المشقة ديال الأنفس باش أنهم وافقوا غير يهضروا معنا، ماشي غير باش يشدوا هذا الطلب هذا. وفي الأخير ربطوا واحد المكالمة هاتفية مع شي شخص هنايا في الإدارة، ما عرفناش للأسف شكون هو، قال لنا خاصكم تشوفوا مع الناس ديال الرباط، الإدارة راه كاينة في الرباط، لأنه راه ما يمكنش هذه إدارة كبيرة، واحد الشركة اللي هي كبيرة وما فيهاش يعني مسؤول اللي قائم هنايا، هذا هو المشكل، وهذا الشيء اللي قالوا للنت هذا العمال. إذا هذا الطلب غادي يبقى عندنا هنايا للأسف. حنا كنتواجدوا في مدينه المحمديه، الجريده كاينه في مدينه المحمديه، والوقفه الاحتجاجيه كاينه في مدينه المحمديه، كنتمنوا انه التوضيح يكون هنا في مدينه المحمديه. اذا الطلب هو هذا في اطار الراي والراي الاخر. اذا نواصلوا التغطيه ديال هذه الوقفه الاحتجاجيه ونسمعوا النقابيين الاخرين. السلام عليكم. تفضل، السميه والصفه ديالك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مصطفى محسون كاتب العام ديال النقابه ومندوب اصلي ديال الاجاره. نعم اشرح لنا هذا الوقفه الاحتجاجيه شنو الاسباب ديالها؟ ربما افادوا الاخوان في الشرح بالمختصر. واخا نتكلموا في هذه النقطه هذه ديال الاداره، شكون هو المدير ديال هذه المؤسسه العملاقه هنا بالمحمديه؟ المدير ديال هذه المؤسسه العملاقه بالمحمديه ربما للاسف الشديد ليس عملاقا بحجمها، لان الامر تيتعلق بواحد الموظف اللي هو تدرج معنا في واحد المجموعه ديال المراتب كان في الاول فينا على العموم نتكلموا في اليوم. الان دابا راه هو ربما مسؤول برفقه وواحد شخص اخر بجوجهم تيمثلوا مدير يعني بجوج. والمدير الحقيقي المدير الحقيقي هو القرطي العالمي. القرطي العالمي هو المدير اللي كاين في الرباط واللي تيرفض لحد هاد الساعه اللي تنهضروا معكم فيها الحوار معنا بشكل كامل. يعني ما رغم عديد المراسلات ورغم واحد المجموعه ديال المحاضر ديال الاجتماع اللي ما تفعلات، وحنا كنا تنطالبوا بالتفعيل ديال المحاضر الاجتماع، الا اننا تنتفاجئوا بعدم قبولية حتى التفاوض. وفي المره اللي ريحنا معاه قال لك ما يمكنش اننا نخرجوا بمحضر اجتماع للاسف الشديد، مدير تيمثلنا وتيتبرع منا في نفس الوقت. هذا الشيء هذا بغينا نعرف الخلفيه ديال هذا الشيء كامل، علاش ما بغيتش يخرج بمحضر؟ السبب هو نظركم انتوما في نظرنا احنا دابا، لاننا احنا فرع لسنا لقطاع، لان احنا كان نتيجه كما قال الاخوان وضحوا شراكه بين الشركه العالميه ميرسك لوجيستيك ميرسك لاين وبين وزاره التجهيز والنقل انذاك 2010. هاد الشراكه هادي نجا معنا هاد المولود هذا اللي هما حنايا. هاد المولود اللي سميتو في بادئ الامر اس ان تي ال دامكو، من بعد تحول السميه ديالو اس ان تي ال سيبليشن. الان يتبرع منا المدير العام. المدير العام اللي هو من المفروض انه يكون المسؤول رقم واحد علينا يتبرع منا ويتبرع من الحوار معنا ويتبرع من تحمل مسؤوليته التاريخيه. واتهم واحد الاتهام هذا بعدا انه اتهم ميطالي محمد اللي هو يعتبر هو الرئيس ديال النقابه التي ننتمي اليها. لا غير هذا الاتهام هذا واش قالوا وسائل الاعلام؟ لا كان هكذا من اجل استفزاز الصفوف ديال العمال. يعني حاول ما يمكن ان العمال استفزوا هذا الامر، لان باش يريح الممثل ديالك ديال النقابه مع المدير ديالكم من وراكم، ما كاينش الكاتب العام، ما كاينش النائب ديالهم، ما كاين حتى شي واحد من الممثلين ديال النقابه. هذا الامر هذا تنطالبوا الحل ديال المشكل هذا ما هو الحوار بالنسبه لهذا المشكل. في الحقيقه دابا حنا تنتمناو ان العامل ديال المحمديه عامل صاحب الجلاله نصره الله تنطالبوا منه انه يفتح لينا الحوار مع هذا المدير هذا اللي هو مسؤول علينا، هو قانونيا مسؤول علينا. بالوثائق بالحجاج بجميع هو مسؤول علينا. الا انه يتهرب من هذه المسؤوليه، وحنا بغينا العامل ديال صاحب الجلاله يعقد المجلس الاقليمي او اي اطار اللي غيكون قانوني من اجل الجلوس الى طاوله الحوار والى الخروج من محضر يثبتوا احقيه ديال اللي عنده الحق. حنا تنقلبوا على فينا هو الحق وحنا نمشيو معاه، ما عندناش اشكال. في اطار هذه الوقفه الاحتجاجيه ديالكم كامله، ما جاوش المسؤولين من المحمديه الاداره هنا باش يشوفوا فين كاين المشكل، فين كاين المشكل؟ في الحقيقه ريحنا جلسه وحيده ويتيمه مع المديريه ديال التشغيل. ريحنا وكان معنا نيت ميطالي، كانوا معنا ممثلين من الاداره المحليه ديال المحمديه، كان معنا الاعضاء ديال المكتب النقابي واحد العمال. وما خرجنا الا بمحضر عاوتاني يتيم، ما فيش تحمل المسؤوليه. تيتنصل، ما باغيش يتحمل المسؤوليه ديالو تجاه الالتزامات ديالهم، وتبقى الحال على ما هو عليه الى حد الساعه. شكرا. نشكر على واش. اذا باقى شي كلمه اخرى؟ باقى شي كلمه اخرى؟ اذا حنا غنواصلوا معكم، اسمحوا لنا ما جيناش هذه الايام هذه، كان عندنا واحد الضغط في الاخبار المحمديه، مره غادي نجيو نشوفوا. كنتمناو هذا المشكل يتحل، كنتمناو هذا المشكل يتحل. ها؟
اخر كلمه غير كما قلت لك المشكل اللي عندنا اساسي مع عندنا مع هذه الاداره هو كما وقع لكم انتم نيت كصحافه يعني جبتوا لهم الورقه ديالنا المحمديه باش ياخذوا هي هذه الورقه الراي الاخر وقالوا لهم يعني خصكم تطلعوا للرباط يعني احنا خصنا واش حتى احنا خصنا نمشيو للرباط الا طلعنا للرباط خصنا شنو نديروا يعني احنا هما تيتلاعبوا بالقانون انتم راكم هنا في المحمديه وتابعين للرباط هو ما بغاش يجي يتحاور معنا لا في المحمديه لا في الرباط يعني السيد رافض الحوار يعني تيديروا لك جوج انت راك تابع القطاع وزاره التجهيز والنقل وراك انت قطاع خاص ولا ما عطاش يعني هما ما فكرتوش يعني تمشيو للرباط حنا دابا خطوه حنا دابا تنتسناو السيد العامل كما قلنا لك الا دار خطوه هو السيد العامل وعيطنا للحوار وداراش نتقزو حنا مشينا عند المندوب ديال التشغيل المندوب شفنا السيد العامل نشوفوا السيد كل واحد باختصاصات ديالو وحنا غاديين الا ما دارش معنا حتى واحد حنا راه غنطلعوا عند الوزاره ديال التجهيز والنقل وغنعتصموا لهم امام الوزاره ديال النقل امام وزاره النقل والنقل واللوجيستيك غنعتصموا لهم امام الوزاره حتى يديروا معنا حل لانهم هذا القطاع حنا تابعين لوزاره التجهيز وزاره النقل واللوجيستيك وحنا راه مستعدين لاي خطوه كما قلت لك وتنشكركم في الاخير على الحضور ديالكم وعلى الدعم ديالكم لنا لهذا وكما تنعاود ناكد هذه شركه وطنيه كبيره وحنا تندعو جميع الزبائن اللي كانوا معنا انهم حنا يعني عندنا خدمات لوجيستيكيه مهمه وما كايناش عند شي شركه اخرى يعني حنا هاد المديرين هم المسؤولين على الحاله اللي وصلت لها ماشي العمال يعني العمال تفتخر يعني عندها واحد المحمديه والمنطقه كامله تتفتخر بهذه المنطقه تتخدم ايادي عمال كثيرين وكما قلت لك ما عندها خدمات اللي مهمه يعني اي زبون بدون ما نحتاجوا حنا كوميرسيال الناس الزبائن تيجيوا عندنا وهاد الناس تيحيدوهم تيرفضوهم يعني علاش وحنا باغي الناس الزبائن تجي عندك حنا ما محتاجينش كوميرسيالات صحاح ولا سميتو بحال شركات اخرين حيت ما عندهمش ديبوات ما عندهمش مخازن نقيين حنا عندنا مخازن مجهزه ومستوى عالي وتنطلبوا هذوك الزبائن يعني اذا كانوا يعاونونا يضغطوا على 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 المسؤولين باش انهم يجيو يحطوا يعني البضائع ديالهم هنا باش لان هذه الشركه هي فيها ناس كفاء لا من لي كاريست ولا من لي مانيتونسونيغ ولا من بعض المسؤولين حتى هما يعني تكوين عالي ديال هاد الناس اللي كاين في هاد الشركه هادي حنا احسن ما كاين في افريقيا يعني ما كاينش شي مجال اكثر من هاد احسن بلاتفورم اللي كاين في العالم يعني ان الزبائن حنا مرحبا بهم في اي حاجه وحنا مستعدين نخدموا 24 ساعه كما قلت لك غير ضد في هاد المسؤولين اللي هما متعنتين وما باغينش الحوار وما باغينش شكرا كنتمنوا من جديد المسؤولين في هاد الشركه هادي انهم يوضحوا لنا في اطار الراي والراي الاخر كنحاولنا باش نحطوا واحد الطلب اللي هو هذا كما كتشوفوا بالصوره ولكن تعذر القبول ديال هذا الطلب هذا باش يوضحوا لنا المسؤولين فين كاين المشكل ديال هذا العمال هذا اذا كنت معنا في هذا الوقفه الاحتجاج اخر كلمه انت واحد من العمال محتاج الناس نعم اذا نكتفي بهذا القدر هذا من هذا البث المباشر على ايقاع هذه الاحتجاجات لن أنساها ولو أعدموني.
إذن نكتفي بهذا القدر هذا من هذا البث المباشر، نقلنا لكم مباشرة من الحي الصناعي ديال مدينة المحمدية، شركة ديال اللوجيستيك اللي عمال منها عاملين وقفات احتجاجية. إذن دمتم بخير وإلى اللقاء. الشمالي.